بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في برنامج روبوت ستراكشر اناليسز. لما بيكون عندي مودلز ما بين فيرجنز مختلفة 2017 18 19 او 2019 16 15 وات ايفر، ومحتاج ان انا احول او افتح مشروع من دول على فيرجن اكبر او فيرجن اقل. لو انا عندي مشروع فيرجن 2016 او 2017 بكل سهولة اقدر افتحه على فيرجن 2019، لان فيرجن 2019 اكبر من 2017 و18 و16 وهكذا. يبقى الفيرجن او المشروع اللي محفوظ على فيرجن اقل اقدر افتحه على فيرجن اكبر. ده طبيعي اصلا في اي سوفت وير ان انا اقدر افتح الفيرجن القديمه على الفيرجن الجديده، انما مش العكس. في بعض البرامج وبرامج اوتوديسك شويه، ان انا لما يكون عندي برنامج محفوظ على فيرجن اعلى، وخصوصا الموديلنج ال 3 دي في اوتوديسك، لما يكون عندي برنامج محفوظ على فيرجن اعلى بيكون من الصعب جدا ان انا افتحه على فيرجن اقل. او اوتوديسك ما بتوفرش ليا طريقه مباشره ان انا اسيفه على فيرجن اقل، زي الاوتوكاد مثلا. اوتوكاد لما بنشتغل على فيرجن 2018 17 19 نقدر نسيف المشروع حتى على فيرجن 2000 و2007، فكلنا متعودين على النقطة دي. انما الاوبشن ده مش موجود لا حتى في ريفت ولا حتى في روبوت بشكل مباشر. بيكون في طرق خفية كده بنقدر نشتغل بيها بحيث ان احنا نقدر نحول الكلام ده الى فيرجن اقل، او بنتحوله الى صيغ وامتدادات، ملفات بامتدادات معينة، بحيث ان انا اقدر افتحه على البرامج دي. يعني انا لو عندي برنامج او مشروع محفوظ على 2018 اقدر افتحه على 2019 والامور تمام، مفيش فيها مشكله. لو عندي ملف محفوظ على فيرجن 2019 هيبقى من الصعب جدا ان انا افتحه على 2018. تعالوا نجرب كده. ده مشروع كنا اشتغلناه في دورة تصميم البروبوت اللي احنا اعلنا عنها من فترة. المشروع ده 2019، تعالى كده نسيفه بحيث ان احنا نتأكد ان هو already saved على 2019. وهن close البروجكت، بس طبعا file save as على الديسكتوب. ونسميه ليكتشر فور 2019 عشان بس نبقى متأكدين. اوكي، هو تقريبا في تمام. انا كنت مسيفه ب حاجه زي تكست، ولكن انا هسميه ب ار تي دي فايل ليكتشر فور 2019. كده الملف ده 2019 كلوز للبروجكت. ونيجي نروح ل 2018 فايل اوبن، نفتح RTD فايل. افتح كده 2019 بيقول لك the file was saved in a higher program version that the one used currently used and can't be open. طب ايه الحل لما يكون عندي فيرجن محفوظة على 2019 وعايز افتحها على 2018؟ ايه الحل؟ في الحقيقة في خلال الفيديو ده هنتكلم في بعض الحلول. الحل الأول، الحل الاول، لو انا اوريدي عندي جهاز، والجهاز ده او انا عندي لابتوب واللابتوب ده اوريدي انا منزل عليه فيرجن 2019 ومنزل عليه اوريدي فيرجن 2018، فالطريقه الاولى ان انا احول المشروع من فيرجن 2019 الى فيرجن 2018. ولكن الطريقه الاولى دي يتطلب ان لازم يكون على نفس اللابتوب التو فيرجنز المختلفه. في الحالة دي أنا عندي واحد موجود على 2019 بس أنا أريد عايز أسيفه على 2018 أو عايز أحفظه على 2018 بحيث إن أنا عايز أبعته لحد، تمام؟ فإيه الحل اللي قدامي؟ الحل اللي قدامي إن أنا هاخد المشروع ده من 2019 كوبي وأحطه جوه 2018. إزاي الكلام ده؟ دي الطريقة الأولى.
دي الطريقة الأولى. وطبعا ممكن نقول احنا بنتكلم تقريبا دلوقتي في 5% أو 10% من اليوزرز اللي عندهم الأوبشن ده، فأنا اليوزرز التانيين هتكلم عليهم في الطريقة التانية كمان شوية، ولكن أنا بتكلم في الطريقة الأولى. لو أنا عندي فيرجن 2019 وفيرجن 2018 على نفس اللابتوب، فأنا محتاج أنسخ ده أو أخد ده من فيرجن 2019 وأحفظه على بروجكت في 2018. إزاي الكلام ده؟ هنسلكت أول الستوريز كده، انا اعمل سيلكت اول للبروجكت كله. اديت كوبي، اديت كوبي كده انا في 2019. هروح لفيرجن 2018، اديت بيست. هو تحت اوريدي هناك بيعمل ميرجنج ستراكشرز او كوبينج ستراكشرز، فاول ما يخلص هنلاقي المشروع على طول اوريدي بقى في 2018. ده المشروع بتاعنا هناك اهو. طبعا هو اقدر احط له الانزرشن بوينت، ولكن الانزرشن بوينت اللي انا هدخلها في اي مكان من البروجكت بتاعي، ودي طبعا المفتاح ان انا لو انا عندي كذا ملف على برنامج روبوت اقدر ادمجهم واحطهم في ملف واحد. اد از اوبجكت هقول يس. ايه الفكره بقى؟ لانه احيانا ممكن اكون انا حطيت البروجكت ده في المكان الغلط. لو انا قلت له نو هيجيب لي كل اوبجكت وكل اليمنت من المشروع اللي هو في 2019، هيجيبه لي كانه اليمنت منفرد، ولكن انا عايز اقول له خلي لي المشروع ده كده كله على بعضه بلوك، يعني خليه كله بلوك، واول ما اخلص واحط المشروع بتاعي في المكان المناسب هعمل له اكسبلود. اوكي كده كان المشروع عندي في 2019. اخدت كوبي وحطيته بيست في 2018، وبالتالي اقدر اسيفه واسميه ليكتشر فور بس 2018. يبقى انا كده بقى اوريدي عندي المشروع في 2018 وفي 2019. يبقى انا اقدر اكوبي وبيست من تو فيرجنز مختلفه او حتى في نفس الفيرجنز، ولكن انا بتكلم لو انا محتاج انقل من فيرجن اعلى لفيرجن اقل. دي الطريقه الاولى، وانا قلت في البدايه ان دي تقريبا 5 ل 10% من اليوزرز اللي بيشتغلوا على روبوت. الطريقه الثانيه، لو انا عايز احول المشروع ده من 2019 الى 2018، او لو في واحد صديق لينا شغال على 2019 وانا شغال على 2017 او 18 وعايز افتح المشروع بتاعه عندي، هطلب منه حاجه. فاكرين لما كنا بنروح للاكسبورت لريفيت مؤخرا كده، احنا كنا نزلنا توتوريال صغير بيتكلم على ازاي او ايه طرق التحويل من ريفيت لروبوت او من روبوت لريفيت. احد الطرق دي ان انا بروح للادنز جوه روبوت واقول له انتجريشن ريفيت ستراكشر. احد الطرق اللي كنا بنشتغل بيها كان في عندي دايركت انتجريشن، وكان في سند تو انترميديت فايل. دايركت انتجريشن لو انا حابب اعمل تكامل مع ريفيت، وريفيت وروبوت موجودين اوريدي عندي على نفس اللابتوب، يعني انا محتاج ابعت الموديل ده الى ريفيت
على نفس اللابتوب عندي على الجهاز بتاعي، يعني ريفت وروبوت متسطبين وموجودين اوريدي عندي. طبعا احنا هو اتكلمنا قبل كده سند الاوبشنز والموديل والريزلتس، وبعد كده الابديت موديل. طبعا الحاجات دي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو التاني تقريبا من 3 4 سنين. دايركت انتجريشن وسنت تو انترميديت فايل. احيانا مش عايز اعمل دايركت انتجريشن لان مش عايز اعمل تكامل مع ريفت. لا انا هقول له انا دلوقتي ناخد بالنا كده ان انا في 2019 هسند الموديل سند تو ان انترميديت فايل اللي هو الدوت اس ام اكس اكس واسيفه على الديسك توب ونسميه لكتشر 4. ناخد بالنا ده كده مش ار تي دي فايل، ده مش ار تي دي فايل. انا عندي شوف برنامج او عندي بروجكت على 2019 وعايز اعمله تكامل مع ريفت ستراكشر، او مش عايز اعمله تكامل مع ريفت ستراكشر، احيانا عايز اصدره لفيرجن اقل، فانا هستعمل الطريقه، يعني هستعمل الطريقه او الامتداد الاس ام اكس فايل اللي انا انقله من 2019 ل 2018 طريقه، يعني زي بريدج كده زي كوبري. هقول له لو سمحت اعمل لي اكسبورت للمشروع ده الى امتداد او الى فايل امتداد دوت اس ام اكس اكس فايل، على اساس ان انا هعمل الكلام ده كابديت لريفت. بس انا مش هعمل كابديت لريفت، انا دلوقتي في 2019 هروح ل 2018 واقول له فايل نيو بروجكت، وهاجي هنا ادنز هنقفل 2018 ونقفل كمان 2019 ونيجي نفتح سوفت وير 2018. هاجي انا في 2018 على الادنز انتجريشن ريفت ستراكشر وهقول له هنا ابديت موديل. ابديت منين بقى؟ هل دايركت انتجريشن؟ لا، هقول له ابديت فروم ان انترميديت فايل، وهاجي اختار الليكتشر 4 اس ام اكس اكس فايل. كده هو هيعمل لي ابديت كان المشروع ده جاي من ريفت، واحنا قلنا ان ريفت ما بيجيبش فيزيكال موديل، لا ريفت بيجيب اناليتيكال موديل بس، سواء لروبوت او اي برنامج ستراكشر اناليسيس هو بيودي الاناليتيكال موديل، وهو الاناليتيكال موديل اللي انا محتاجه بالفعل. يعني انا مش محتاج حاجه من موديل التحليل بتاعي سواء في ريفت او سواء في روبوت الا الاناليتيكال موديل. فانا دلوقتي تحايلت على ريفت بلد او على روبوت بالطريقه ان انا هقول له صدر لي الى 2000 او صدر لي الى برنامج الريفت بامتداد فايل اس ام اكس اكس، واقول له لو سمحت انا مش هجيب ده في ريفت، لا ده انا هدخل جوه روبوت 2018 واعمل ابديت للموديل كاني كان عندي هنا موديل، كاني كان عندي هنا موديل وانا مسحته ومحتاج اعمل ابديت. دي الاليمنتس بتاعتي اهو، بعد كده الادوار اللي انا المفروض جايبها من 2019، وبقى عندي المشروع بتاعي داخل 2018 بكل سهوله. يبقى انا اقدر اسيف ده لكتشر 2018 داش 2 كمان. يبقى انا كده عندي طريقتين، وفي النهايه كده انا بكون قدرت ان انا قدرت انزل او اودي المشروع بتاعي من 2019 الى 2018 الحقيقه. ودي الطريقه اللي احنا بنتكلم فيها ان انا بتحايل شويه على روبوت واقدر احول المشروع بتاعي من فيرجن اعلى لفيرجن اقل. يبقى لو في حد صديق ليك وهو اوريدي شغال على فيرجن اعلى وبعت لك المشروع بتاعك وعايز او انت عايز تفتحه على فيرجن اقل، او
حد عايز يبعت لنا حاجه على جروب الروبوت بحيث ان احنا نقدر نتشيك الموديل او نشوف الموديل، يفضل انك تبعتها ار تي دي فايل وتبعتها امتداد اس ام اكس اكس فايل، بحيث لو واحد عنده فيرجن اقل يقدر يمبورت المشروع اللي هو فيرجن اعلى على فيرجن اقل ويقدر يشتغل عليها. طبعا انا دلوقتي في 2018 هلاقي كل الاحمال بالفاليوز بتاعتها سواء الول او الكفر او اللايف، وهلاقي كل الكومباينيشنز، هضطر بس ان انا اعمل ديزاين بس والسبورتس وكل حاجه، لان انا بجيب المشروع كاملا زي ما هو، كاني بودي الاناليتيكال موديل ده من روبوت الى ريفيت. كده اعتقد الصورة دي خلاص ما بقتش هنا الساد فيس، لا خلاص بقى السمايل فيس. ان احنا قدرنا نصدر من 2000، نقدر نقرا 2018 على 2019 ونقدر نقرا 2019 على 2018 عادي بكل سهولة جدا.